سوف نقوم الآن بشرح شاشة المجموعات المخزنية. يتم الدخول إليها من قائمة العمليات المجموعات المخزنية. سؤال: ما أهمية شاشة المجموعات المخزنية؟ الجواب: هذه الشاشة مهمة، من خلالها وعند ربط أي مجموعة بحسابات المبيعات أو تكلفة المبيعات أو الخصم المسموح به أو مردود المبيعات، فإنه عند تنفيذ فواتير المبيعات أو التوريدات المخزنية أو مردودات المبيعات سوف يقوم النظام بتنفيذ القيد المحاسبي آليا وإثبات قيمة تلك الحسابات آليا بمجرد أن نقوم بإدخالها في هذه الشاشة. كذلك تساعدنا شاشة المجموعات المخزنية عند تقسيم المخزون إلى مجموعات على معرفة مقدار أو كمية المبيعات الخاصة بكل مجموعة نستطيع الحصول عليه من التقارير، كما أنها تساهم في تقسيم المخزون إلى أصناف. سوف نقوم بضرب مثال بسيط. نفرض جدلا أن في الدليل المحاسبي قمنا بإضافة حساب المخزون في جانب الأصول المدولة. ينقسم المخزون إلى مخزون سلعي، مخزون إنتاجي. نحن نركز على المخزون السلعي. المخزون السلعي أستطيع أن أقوم بتقسيمه إلى أكثر من 99 مخزون: مخزون مواد غذائية، أدوية، إلكترونيات، مواد بناء، ملابس، إكسسوارات، حسب طبيعة نشاط الشركة. ملاحظة هامة: لابد أن تكون عملة مثلا مخزون المواد الغذائية أو المخزون في الدليل المحاسبي الإلكترونية بنفس عملة المخزون في إدارة المخازن. الآن سوف نقوم بتقسيم المخزون إلى مجموعات، نقوم بإدخالها في شاشة بيانات المجموعات. هذا يتم إدخاله في الدليل المحاسبي. المجموعات يتم إدخاله في شاشة بيانات المجموعات المخزنية. نستطيع تقسيم مخزون المواد الغذائية أكثر من 999 مجموعة: مجموعة البر، الدقيق، الأرز، العصائر، الأجبان، الألبان، وهكذا. مجموعة البر نستطيع أن نقسم منها إلى أكثر من 999 صنف، فمجموعة البر مثلا مقسم إلى البر أمريكي، بر أسترالي، دقيق السنابل، البركة، وهكذا. الآن سوف نقوم بشرح خطوات إضافة هذه الحسابات في شاشة بيانات المجموعات. يتم الضغط على زر الإضافة، نحدد مثل رقم المجموعة الأولى، اسم المجموعة مثلا مجموعة البر، رقم حساب المجموعة أي رقم حساب مخزون المواد الغذائية الموجود في الدليل المحاسبي. يتم إظهاره بالضغط على F9 ثم اختيار مخزون المواد. لابد أن يكون بنفس عملة المخزون. إذا ارتكبنا غلط أو خطأ واخترنا عملة غير عملة المخزون، مثلا مخزون المواد الغذائية بالدولار، سوف تظهر رسالة التالية: تعارض في عملة المخزون وعملة المجموعة. السبب أن عملة المخزون في إدارة المخزون غير عملة المخزون المواد الغذائية في الدليل المحاسبي، لذلك لابد أن يكون بنفس عملة المخزون. نقوم بضغط على 9 ونختار بنفس عملة المخزون. حساب مبيعات المجموعات يعني إيرادات المبيعات. سوف تقوم هذه المجموعة بإجماع أو بتجميع إجمالي إيرادات المبيعات عند تنفيذ فواتير المبيعات في هذا الحساب الذي سوف نقوم بإدخاله. طبعا هو يدخل ضمن إطار أو الأرباح والخسائر في الجانب الدائن في الإيرادات. رقمه مجموعة تكلفة أو حساب تكلفة مبيعات المجموعة. سوف تقوم هذه المجموعة بتجميع وتحديد إجمالي تكلفة المبيعات في هذا الحساب الذي يندرج في الجانب المدين في حساب الأرباح والخسائر عند تنفيذ فواتير المبيعات. رقمه الخصم المسموح به عند بيع فواتير مبيعات ومنح عملاء خصم مسموح به، فإن إجمالي الخصم المسموح به سوف يتم تجميعه في شاشة أو في حساب الخصم المسموح به. طبعا رقمه كذلك مردودات المبيعات التي يتم إرجاعها من قبل العملاء، سوف يتم تجميع إجمالي مردودات المبيعات في هذه الخانة، في خانة مردودات المبيعات عند عمل فاتورة مردودات المبيعات. نلاحظ في شاشة المجموعات المخزنية أن جميع الحسابات رئيسي، أي أنها قد تكون بأكثر من عملة. فحساب المبيعات حساب رئيسي، يندرج تحته حساب المبيعات بالدولار، بالريال السعودي، بالدرهم الإماراتي، وكذلك تكلفة المبيعات بأكثر من عملة والخصم المسموح به، ومردودات المبيعات يندرج تحت حسابات بأكثر من عملة. أما الحساب الوحيد الذي هو فرعي هو حساب المجموعة أي حساب المخزون، والذي لابد أن يكون بنفس عملة المخزون. الآن سوف نقوم بإضافة مجموعة أخرى بالضغط على زر الإضافة، رقم المجموعة، اسم حساب المجموعة، نقوم بالضغط على F9 واختياره من الدليل المحاسبي،
ولا بد أن يكون بنفس عملة المخزون. ثم نقوم بإدخال اسم المجموعة، مثلا مجموعة الألبان، حساب مبيعات المجموعة يعني إيراد المبيعات، نقوم بكتابة مباشرة، حساب تكلفة المبيعات، حساب الخصم المسموح به، مصروف يعتبر طبعا، حساب مردودات المبيعات، ثم نقوم بعملية الحفظ. إذا ما أردنا استعراض جميع المجموعات التي قمنا بإدخالها، نقوم بالضغط على زر العدسة تظهر جميع المجموعات، ونستطيع كذلك استعراضها من التقارير، طباعة هذه المجموعات من التقارير، بيانات المجموعات الرئيسية، سوف تظهر المجموعة مع حساب المجموعة وبيانات المجموعة وتكلفة المبيعات ومردودات المبيعات والخصم المسموح به لكل مجموعة. شكراً.